بسم الله الرحمن الرحيم. آخر موضوع هيقابلنا هو البرين كفرينجز اند البلاد سبلاي اوف ذا برين. هناخدهم على فيديوين او 3 فيديوهات. البرين كفرينجز او المينينجيز، من خلال هذا الدياجرام ده كان سطح البرين المكون من مناطق مرتفعة هي الجيراي، والمناطق المنخفضة هي السلكاي. البرين مغطى بسري ممبرينس كفرينجز اسمها المينينجيز، فروم ديب تو سوبرفيشال. أول طبقة تقابلني هي هذه الطبقة اللي اسمها البيا مطر أو الأم الحنون. تركيب البيا مطر هي فاسكولار ممبرين، ممبرين مكون من شبكة من البلاد فيزلز متشابكة مع بعض في صورة ممبرين دايركتلي ريليتد أو كفرينج وكمبليتلي أدهرنت تو ذا سيرفيس of the cerebral hemisphere. هذه الطبقة اللي هي البيا مطر ماشية زي ما احنا شايفين، مغطية الجيراي وداخلة في الدبس of the sulci وواخدة نفس السيرفس بتاع سطح البرين. And it couldn't be separated easily because it is closely adherent to the brain surface. لا يمكن فصلها بسهولة عن سطح البرين، ماسكة فيه بصورة قوية، اسمها البيا مطر. من هنا ومن الناحية التانية هي ادي البيا مطر، والظلال المنقطة ديت هي السلكاي والجيراي of the cerebral cortex. يبقى دي الطبقة الأولى من البرين كفرينجز اللي كان اسمها البيا مطر. الطبقة التانية تقع سوبرفيشيال تو ذا بيا مطر، اسمها أراكنويد مطر أو الأم العنكبوتية. هذه الطبقة مكونة من سن ترانسبيرنت ممبرين لاينج دايركتلي اوفر ذا بيا مطر، قاعده فوق البيا مطر. فوق هنا بمعنى سوبرفيشيال تو ذا بيا مطر. اذا نظرنا لهذه الاراكنويد مطر هنجدها بتغطي الجيراي لكنها بريدجز اوفر ذا سلكاي، ما بتخشش في قلب السلكاي زي ما البيا دخلت، فهي تغطي فقط الجيراي and bridges over the sulci. كل السلكاي بتعدي من فوق منها except the median longitudinal fissure. بتدخل فين؟ ما عدا median longitudinal اللي هو كان بداخله الفلك السيربراي. فنجد الاراكنويد مطر بتدخل مع الفالكس سيربراي بداخل الميديان لونجيتيودينال فيشر. الاراكنويد مطر وهي ماشيه مغطيه الجيراي ات سندز مايكرو بروجكشنز سمول مايكروسكوبيك ماسز يسموها اراكنويد فيلاي، وأيضا it sends another macroscopic masses أكبر منها شوية يسموها arachnoid granulations. هتسند الحاجات دي فين؟ هتبروترودز هذه الستركشرز اللي اسمها arachnoid villi and granulations into the superior sagittal sinus اللي هو كان venous sinus قاعد في بين طبقتين، الطبقة التالتة اللي اسمها الديورة مطر. طيب نرجع مرة تانية للأراكنويد. احنا قلنا
انها بتغطي الجيراي لكنها لا تدخل في السلكاي، واحد. اتنين، انها قاعده فوق سوبرفيشال للبيئة مطر. تلاتة، it sends micro and macro projections اسمها arachnoid villi and granulations into the superior sagittal sinus. الحاجة الرابعة والأخيرة في الـ anatomical features of the arachnoid matter إنها it is separated from the pia matter by space. هذا النارو سبيس اسمه sub arachnoid space اللي هو باللون الأزرق هنا. هذا sub arachnoid space كان filled with fluid اسمه cerebrospinal fluid. هذا السيريبروسباينال فلويد كان ماشي في قلب هذا السبيس اللي اسمه سب اراكنويد سبيس، لكن في اماكن معينه نجد ان السب اراكنويد سبيس يتسع. هو سبيس ضيق لكن في بعض المناطق هنجده بيتسع ويعمل وايد سبيسز ان ذا فورم اوف بيج ساكس يسموها سب اراكنويد سيسترنز. فين هي السب اراكنويد سيسترنز؟ هنتكلم عليها بعد شويه. نخلص هذا الدياجرام ونقول ان الطبقة الثالثة المحيطة بالبرين وبتشكل one of the brain coverings المينيجيز، الطبقة دي اسمها الديورة مطر ودي خدناها بالتفصيل في الهيد اند نيك، وهي الطبقة دي هي الموس سوبرفيشيال ومكونة من طبقتين اتنين، هاتان الطبقتان بيجوا في بعض الاماكن بيفتحهم ويمشي فيهم فينس بلد وتشكل ما يعرف باسم الديورال فينس ساينسز. كم منها هنا السوبيريور ساجيتال ساينس اللي دخلت المايكرو بروجيكشنز والماكرو بروجيكشنز من الاراكنويد مطر بداخله وشكلت الاراكنويد فيلاي اند جرانيوليشنز. طيب نرجع مره تانية للنقطه اللي قلنا فيها ان الاراكنويد مطر اللي كونت سبيس من تحت منها اسمه سب اراكنويد سبيس. هذا السبيس ده نارو سبيس لكن باستثناء بعض الاماكن بيتسع هذا السبيس بيوسع. تعالوا نشوفها. ادي هنا ده كان البرين والسيريبرال هيمسفير وادي كان البرين ستيم وده كان السيريبلم. دي كانت البيا مطر الطبقه اللي هي لازقه مباشره على السيرفيس اوف ذا سيريبرم وتشكل من فاسكولار ممبرين. لعل انا عملتها باللون الاحمر هنا في اشاره لان طبيعه هذه المطر هي فاسكولار ممبرين. الطبقه اللي بعد كده اسمها الاراكنويد مطر. هذا الترانسبيرنت ممبرين اللي كان بيفصله عن البيا مطر السبيس الشهير المعروف باسم السب اراكنويد سبيس واللي كان في بعض المناطق كان بروجيكتنج بروترودنج سمول بروجيكشنز اما مايكروسكوبيك او ماكروسكوبيك اسمها اراكنويد فيلاي اند جرانوليشنز في قلب السوبيريور ساجيتال ساينس. طيب هذا هو اذا السب اراكنويد سبيس. احنا قلنا هذا هو نارو سبيس باستثناء بعض المناطق زي ما احنا شايفين في الرسمه. هذا السبيس بيتسع بيوسع مكونا ما يعرف باسم السب اراكنويد سيسترنز. اذا السب اراكنويد سيسترنز هي سب اراكنويد سبيسز بس شويه اوسع من النورمال في بعض المناطق. زي مين؟ زي المنطقه الاولى اسمه قاعده بتوين ذا سيربيلم اند ذا باك اوف ذا ميدالا. بين السيربيلم والباك اوف ذا ميدالا هنجد السب اراكنويد سبيس بيتسع وبيكون وايد سبيس يسموه سيربيلو ميدالاري سيسترن. ده رقم واحد. رقم اتنين in front of the anterior surface of bones هنجد ان السب اراكنويد سبيس بيتسع بيحصل له دايلاتيشن ويكون وايد كافيتي او وايد سبيس هيسموه بونتاين سيسترن. وايضا كان في قدام الانتر بدانكيولار فوسا اللي هي كانت من الاناتوميكال فيتشرز اوف ذا انتيريور سيرفيس اوف ذا ميدبرين الثلاثه. لو فاكرين الاناتوميكال فيتشرز اوف ذا انتيريور سيرفيس اوف ذا ميدبرين كان في عند السيريبرال بدانكل والاوكولوموتور نيرف والانتر بدانكيولار فوسا ثلاث حاجات. قدام الانتر بدانكيولار فوسا هنجد السب اراكنود سبيس هيتسع ويكون السيسترن الثالثه اللي اسمها انتر
بيدانكيولار سيسترن. هنا معلش ناقصه ايه؟ غلطه في الكتاب وانا بكتب. انتر بيدانكيولار سيسترن. اما السيسترن الرابعه فكان توجد حوالين اللاترال سالكس وبيسموها سيسترن اوف ذا لاترال سالكس. ادي اكبر اربعه سيسترنز بالاضافه الى بعض السيسترنز الاخرى الاصغر حجما. احنا في هذا الدايجرام قدرنا نرسم الاربعه سيسترنز الكبيره، اما السيسترنز الصغيره فهي اقل اهميه. طيب هنا ده الكافيتيز اوف ذا برين، ده كان اللاترال فنتريكل اللي خدناه في المحاضرات اللي فاتت، ده الثيرد فنتريكل، دي السيريبرال ايكويدكت، ده الفورس فنتريكل. والفورس فنتريكل زي ما احنا فاكرين كان متوصل بالسنترال كانال من تحت ومتوصل بالسب اراكنود سبيس من خلال الفورامين اوف ماجين دي اللي موجود في الفلور اوف ذا انفيريور مدلاري فيلم، ولاترالي كان من خلال الفورامينا اوف لاشكان. السي اس اف ماشي ينتج، ينتج السي اس اف فين؟ ينتج من الكرويد بليكسس اللي كانت موجوده في الكرويد فيشر في اللي هي كان بروجكتنج في قلب الميديال وول اوف ذا انفيريور هورن. طيب السي اس اف بينتج من هذا المكان ثم يمشي الدوره بتاعته. الدوره بتاعته هتمشي من اللاترال فنتريكل عن طريق انتر فنتريكولار فورامن الى الثيرد فنتريكل الى السيريبرال اكويدكت الى الفورس فنتريكل ومنها الى السب اراكنود سبيس عن طريق الفورامن اوف ماجين دي والفورامنا اوف لاشكان. طيب عاوزين نشوف السيركوليشن بتاعت السي اس اف. هينتج السي اس اف، احنا هنرسم رسمه تتبعوها معايا. احنا تخيلنا ان السي اس اف هو كرتين لونهم ابيض هيفرزوا من هذا المكان. نشوف كده الاول الرسمه بعد ما حركها وبعد كده نتكلم على مين، على السيركوليشن اوف ذا سي اس اف. راقبوا معايا كده اهو اهو. تاني شوفهم، هنعمل كرتين بيض هيطلعوا منين؟ يمثلهم السي اس اف، هيطلعوا من الكرويد بليكسس اللي قاعدة في الكرويد فيشر اللي كان موجود في الميديال وول of the inferior horn of the lateral ventricle. هيمشي السي اس اف عبر الانتر فنتريكولار فورامن الى الثيرد فنتريكل ومنه الى السيريبرال اكويدكت للفورس فنتريكل وعن طريق الثلاثه ابيرشرز اللي موجودين في الفورس فيرتيكال الفورامن اوف ماجندي والفورامن اوف لاشكا، يروح للسب اراكنويد سبيس ومن السب اراكنويد سبيس هيرجع يمشي يصل الى الاراكنويد فيلاي اند جرانيوليشنز وهيكون بعد كده يحصل له ابزوربشن في السوبيريور ساجيتال ساينس. تراقبوا معايا اهو، ادي مكان الانتاج وشوفوا دي ابطا سرعه اهي. تمام، دي كان اسمها السيركوليشن اوف ذا سي اس اف. تعالوا نشوف السي اس اف، ده منظر تاني برضو. هنا ده كان اللاترال فنتركل وده كان الثيرد فنتركل، تمام اهو، ودي السيريبرال ده الثيرد فنتركل ودي السيريبرال اكويدكت وده كان الفورس فنتركل. من هنا ده كان الفورامن اوف ماجندي ودول الفورامنا اوف لاشكا. السبيس ده هو السب اراكنويد سبيس، ومن هنا ديت ده السوبيريور ساجيتال ساينس ودي الاراكنويد فيلاي اند جرانيوليشنز. الفيلاي ما نشوفهاش طبعا لانها مايكروسكوبيك ستراكشرز، اما الاراكنويد جرانيوليشنز فهي اكبر منها مايكروسكوبيك ستراكشرز. ادي السي اس اف ينتج من هذا المكان، ده الكرويد بليكسس اللي موجوده في الكرويد فيشر اهي، ينتج السي اس اف منها للانتر فنتريكولار فورامن ويروح للثيرد فنتريكل للسيريبرال ايكويدكت للفورس فنتريكل عن طريق الفورامنا الثلاثه من الفورس فنتريكل الى السب اراكنود سبيس وتمشي تطلع فوق وتنزل تحت حتى تصل الى الاراكنويد فيلاي اند جرانيوليشنز ويحصل له ابزوربشن في السوبيريور ساجيتال ساينس هيروح مع الفينس سيركيوليشن. طيب تعالوا نشوف تركيب السي اس اف. ده سائل بيملا السب اراكنويد سبيس ويبلغ حجمه حوالي 150 سم.
بيتم استبداله 3 مرات في اليوم. هذا السائل هو ووتري، بيكون جاكيت حوالين السي ان اس عشان يحميها، ده حماية مائية، جاكيت مائي بيحمي البرين بأجزائه المختلفة والسباينال كورد بأجزائه المختلفة، فبيكون ووتر جاكيت فور بروتكشن اوف ذا ديفرنت بارتس اوف سي ان اس. دي حاجة. الحاجة الثانية في وظائفه، ده بيعتبر اللمف اوف ذا سي ان اس، وايضا ده بينظم الانترا كرينيال بريشر، وهو لاند مارك للانترا كرينيال بريشر. ده كان الكومبوزيشن اوف ذا سي اس اف. يبقى كده خلصنا الثلاثة ممبرينس كفرينجز اللي مغطية البرين اللي كان اسمها المينينجيس، واخدنا معاها الستركشر اوف ذا ستركشر اند كومبوزيشن اند سيركيوليشن اوف ذا سيريبروسباينال فلويدز.